في أرض بعيدة كان هناك ملك عجوز وبناته السبع أميرات اللواتي أحببن الرقص كثيراً. كانت الفتيات غيورات جداً لدرجة أن الملك اشترى لكل واحدة منهن الفستان نفسه ليتجنب المشاكل، لكن الأميرات استمرت بالشكوى من هذا الوضع. لقد سئمت جداً من ارتداء نفس الفستان كل يوم. نحن أيضاً. ذات يوم بينما كانت أصغر الأميرات تتجول في القصر وهي في مزاج سيء، سمعت صوتاً. كان هذا الضجيج آتياً من خلف باب غريب في القصر. عندما ذهبت وفتحت الباب بفضول، فوجئت جداً بما رأت، فكان أمامها زوجاً من الأحذية الحمراء، وكان يتحرك من تلقاء نفسه. جاء الحذاء راقصاً ووقف أمام الأميرة مباشرةً، فارتدت الأميرة الحذاء بفضول وبدأت الركض بسرعة. يا إلهي، كم هو سريع! فانطلقت الأميرة في رحلة طويلة في طريق وعرة مرتدية الحذاء السحري، وأخيراً توقف الحذاء السحري في مكان بعيد أمام خياطة مشهورة، حيث كان لديها الكثير من الفساتين الجميلة. فسألت الخياطة إذا كان من الممكن ارتداء واحداً من هذه الفساتين للحفلة. بالطبع، ولكن تذكري أن هذا الفستان يعاقب الأشخاص الأنانيين. أخذت الأميرة الفستان ثم عادت إلى القصر بنفس السرعة متجاهلة كلام الخياطة، ووضعت حذاءها سراً تحت السرير أثناء نوم الجميع، لأنها لم تود مشاركة ملابسها مع أخواتها، كانت تريد أن يكون لها فقط. وفي مساء اليوم التالي اجتمعت جميع الأخوات للرقص في القاعة، وبينما كانت الأميرات الست يرتدين نفس الملابس القديمة، دخلت الأميرة السابعة القاعة في ثوب مختلف وجديد تماماً. وبدافع الفضول سألت الأخوات الأكبر سناً الأميرة الصغيرة من أين حصلت على هذا الفستان، لكنها لم تقل شيئاً وبدأت ترقص أمام أعين أخواتها الحزينة مستمتعة بفستانها الجديد. مرت الأيام، جاءت الأميرة الصغيرة إلى الحفلة بفستان مختلف وجديد كل مساء. لم تكن مهتمة على الإطلاق بأخواتها اللواتي لم يتمكن من حضور الحفلة، لأنه كان عليهن إصلاح ملابسهن القديمة. وفي الحفلة لفتت الأزرار اللامعة على فستان الأميرة الصغيرة انتباه أختها الوسطى. علمت أن هذه الأزرار اللامعة لا توجد إلا عند الخياطة المشهورة البعيدة، ولكن هذا الأمر كان مستحيلاً بالنسبة للأميرة الصغيرة أن تذهب وتعود على طول الطريق للوصول إلى تلك الخياطة المشهورة في يوم واحد. ولحل هذه المشكلة قررت الأخوات أن تقوم واحدة منهن بمراقبة الأميرة الصغيرة أينما ذهبت، فتبعتها إحدى شقيقاتها الأكبر سناً ولم تتركها بمفردها أبداً. وأخيراً ذات ليلة رأت الأميرة الصغيرة أختها الكبيرة وهي تنام أثناء المراقبة، فاغتنمت الفرصة وارتدت على الفور حذاءها السحري واشترت فستاناً جديداً من الخياطة. لقد أصبح لدي الكثير من الفساتين. ستغار أخواتي كثيراً. في اليوم التالي لاحظت الأخت الأكبر سناً تمزقاً كبيراً في فستانها القديم، فذهبت وطلبت مساعدة الأميرة الصغيرة. لا أستطيع الرقص في الحفلة بهذا الفستان، هل يمكن أن أستعير واحداً جديداً من فساتينك؟ لا، لا أستطيع، إنهم لي وقد صنعوا من أجلي أنا. ذهبت الأميرة الصغيرة إلى الرقص وحدها غير مهتمة بأحد، وبينما كانت ترقص وتستعرض أمام الضيوف ملابسها الجديدة، سمعت إحدى شقيقاتها الأكبر سناً صوتاً تحت سرير الأميرة الصغيرة، وعندما انحنت للأسفل رأت الحذاء الأحمر السحري يتحرك من تلقاء نفسه. وفي اللحظة التي ارتدت الأميرة الوسطى الحذاء في قدميها بدأت بالركض بسرعة. ماذا يحدث؟ خرجت الأميرة الوسطى من قصرها في غمضة عين. واو، أين ذهبت؟ واو، لقد كانت خلالة دوم، إنها سريعة جدا. عبرت الأميرة الجبال والتلال في وقت قصير، وعندما وصلت أخيرا إلى تلك الخياطة
توقف الحذاء من تلقاء نفسه، ولم تصدق ما رأت عندما دخلت ووقفت أمام العشرات من الفساتين الفاخرة واللامعة. كانت تتمكن من الوصول إلى الخياطة بهذه السرعة بواسطة هذا الحذاء السحري. هل أستطيع الحصول على فستان أيضاً؟ بالطبع، ولكن تذكري، هذا الفستان يعاقب الأناني. استمعت الأميرة إلى كلام الخياطة. أعدك أنني لن أكون غيورة أو أنانية أبداً. ثم ارتدت الثوب الجديد وعادت إلى القصر بنفس السرعة. في الناحية الأخرى، كانت الأميرة الصغيرة ترقص في القاعة بمفردها، فتحول فستانها فجأة إلى فستان بشع. ها؟ ماذا حدث لفستاني الجميل؟ ماذا يحدث؟ هذا أمر محرج. بينما كان الضيوف يراقبونها بحيرة، عادت الأميرة الصغيرة إلى غرفتها وهي تبكي. بحثت في كل مكان عن حذائها السحري لتشتري ملابس جديدة، لكنها لم تتمكن من العثور عليه في أي مكان. أين حذائي الأحمر السحري؟ من أخذه؟ أخبروني الآن. في تلك اللحظة ظهرت أختها الوسطى أمامها والحذاء السحري في يديها، بالإضافة إلى أنها كانت ترتدي فستانا جديدا. هل كنت تبحثين عن هذا؟ نعم. وهكذا أدركت الأميرة الصغيرة أن سرها قد انكشف، وشعرت بالخجل الشديد أنها لم تهتم لكلام الخياطة. أخبرتها أخواتها الأكبر سناً أن المشاركة هي أهم شيء في العالم، فاعتذرت الأميرة الصغيرة منهن جميعاً. ومنذ ذلك اليوم شاركت حذاءها السحري الأحمر مع إحدى أخواتها الأكبر سناً كل يوم. تناوب الحذاء السحري على نقل الأميرات من وإلى الخياطة بسرعة مذهلة، وبذلك تمكنت جميع أخوات الأميرة من شراء ملابس جديدة والرقص بسعادة في القاعة طوال الليالي. بقديم الزمان عاشت 12 أميرة جميلة بمملكة عظيمة، كلهن أحببن الرقص. بينما كانت الأميرة الصغيرة تنظر من النافذة، رأت ضوءاً أحمراً قادماً من البئر. ذهبت إليه دون أن تخبر أحداً. نظرت فلم ترى إلا الضوء، فالتقطته بالدلو للخارج. ما هذا؟ كان هناك زوجاً من الأحذية الحمراء اللامعة. في اللحظة التي ارتدت فيها الأميرة الصغيرة الحذاء، وجدت نفسها ترقص بشكل جميل. واو، هذه الأحذية سحرية، كم هو جميل الرقص بها. فجأة ظهرت جنية صغيرة. أميرتي، كوني صادقة وشاركي الحذاء، وإلا ستدفعين ثمن السحر. واختفت، لم تهتم بما قالته لها، ولم تخبر أخواتها عن الحذاء. باليوم التالي تم تنظيم حفل كبير، وارتدت الأميرة حذاءها السحري. بينما كان الجميع يشاهدون رقصها الجميل بإعجاب، سألت أختها بفضول: يا أختي، لم تكوني قادرة على الرقص جيداً من قبل، من أين أتيت بهذه الأحذية؟ أنا دائماً ما كنت أرقص بهذه الطريقة، ووالدي أعطاني هذا الحذاء كهدية. وفجأة توقف الحذاء وسقطت الأميرة على الأرض بقوة. ماذا حدث؟ خلعت الأميرة حذاءها وركضت لغرفتها مع نظرات الجميع الفضولية. باليوم التالي سألت الأميرات عن الحذاء. لقد أحببنا الحذاء، هل يمكننا ارتداؤه؟ لكنها أخبرتهم أنها فقدته. أدرك أخواتها أنها تكذب، وحاولت الأميرة ارتداء الحذاء مجدداً بعيداً عن أخواتها، ولكن بدلاً من الرقص سحبها الحذاء بسرعة لكوخ قديم. ساعدوني!
وبينما كانت الأميرة تدور في الكوخ بسبب حذائها، علقت بشبكة عنكبوت ضخمة. النجدة، فليساعدني أحد ما. كانت الأميرات يشعرن بالقلق، فلم يروا أختهم منذ ساعات. ذهبوا للبحث عنها، وبينما كانت الأميرة الكبرى تمر بجوار الكوخ، سمعت بكاء أختها، وجدت أختها عالقة في شبكة العنكبوت. حاولت إنقاذها لكنها لم تستطع إزالة الشباك. فجأة لفت انتباهها الحذاء الأحمر، فخلعته عن أختها واختفت شبكة العنكبوت. عانقت الأميرة الصغيرة أختها وشكرتها. أنا أعلم أن كل هذا حدث لي لأني لم أشارككن الحذاء. الأنانية أمر سيء للغاية، عليك الاعتذار لجميع أخواتنا. انطلقت الأميرات إلى القصر واعتذرت الصغرى لجميع أخواتها. المهم أنك فهمت خطأك أيتها الصغيرة. وهنا اكتشفت جميع الأميرات سحر الحذاء وقوة المشاركة، ورقصنا بالتناوب به. وبقيت قصة الأميرة التي اختارت المشاركة تروى لأجيال في المملكة. في مملكة بعيدة كانت هناك فتاة جميلة ولطيفة تدعى سندريلا. كانت زوجة أبيها وبناتها يعاملنها بسوء بدافع الغيرة. وبيوم الحفل الكبير بالمملكة وضعنا خطة لمنعها من الذهاب. سندريلا، اذهبي فورا واجمعي زهور الغابة لتضعيها بشعري، يجب أن أتجهز. أريد أيضا الورود البنفسجية بنهاية طريق الغابة، قالت بحزن. لكن الوقت قليل جدا. لا تقلقي، لن نذهب أبدا قبل عودتك. غادرت سندريلا المنزل بحزن، وبعد رحلة طويلة وصلت للورود البنفسجية. وعندما حاولت إمساكها جرحت الأشواك أصابعها، وبدأت تبكي ألم يديها وعدم ذهابها للحفل. فجأة ظهرت أمامها جنية وسألتها عن سبب حزنها. طلبت مني أخواتي جمع الزهور ولم يكترثوا لذهابي للحفل. فرقعت الجنية أصابعها، ظهر بيدها حذاء أحمر لامع. ستكونين جاهزة للحفل بمجرد ارتداء هذا الحذاء، لكن تذكري تأثير السحر ينتهي عند اكتمال القمر، يجب أن تكوني في المنزل قبل هذا. ثم اختفت فجأة. نظرت سندريلا حولها بدهشة وجربت الحذاء. في اللحظة التي ارتدت وجدت نفسها أمام قاعة الحفل وهي أميرة جميلة. أين أنا؟ هذا الفستان، هل ما أراه حقيقي؟ دخلت قاعة الحفل ونظرت حولها بإعجاب. كانت زوجة أبيها وبناتها مذهولين لرؤيتها. يا يمكن، كان من المستحيل أن تصل للحفل. أين جلبت تلك الملابس؟ إنها قبيحة جداً. كانت كل الأنظار موجهة لسندريلا. هلا رقصنا معنا أميرتي؟ رقصت سندريلا والأمير لساعات، وجاءت يماما على كتف سندريلا وهمست. أوشك القمر أن يكتمل، عليك العودة. بينما كانت سندريلا تركض بسرعة وسط نظرات الأمير المذهولة، مرت على بركة ماء وانجرف منها الحذاء. يجب أن أسرع وإلا سيعود كل شيء إلى ما كان عليه. وأخيراً نجحت في العودة للمنزل قبل اكتمال القمر.
وضعت الحذاء تحت وسادتها، وفي الصباح بينما يتجول الأمير حزناً عثر على الحذاء. تذكر أن هذا كان حذاء الأميرة، وسافر لجميع أنحاء المملكة للعثور عليها. وبيوم وصل للمنزل الذي تعيش فيه ساندريلا، اصطفت الأخوات على الفور، وكانت ساندريلا تراقب ما يحدث. أولاً ارتدت الأخت الكبرى الحذاء، لكن بمجرد ارتدائه تحول شعرها لفروع شجرة. لا شعري، لا! حاولت الأخت الأخرى أيضاً، ولكن تحولت ملابسها لحالة متهالكة. ملابسي تحولت لكومة قمامة. جاءت ساندريلا ومعها الحذاء الأحمر، وحالما ارتدت تحولت لحالتها الجميلة كما في الحفل. وشدتك عزيزتي ساندريلا، الآن أنت أميرتي إلى الأبد. كان الأمير وساندريلا فرحين ببعضهما، وهكذا أدركت الأخوات أن الغيرة لا تفيد أبداً، لكن الحب واللطف يفتحان كل الأبواب. في قديم الزمان كانت هناك فتاة كسولة تعيش في مدينة صغيرة. كانت لا تحب العمل أبداً، وبدلاً من ذلك تمكث طوال اليوم أمام المرآة وتعيش أحلام اليقظة، ودائماً ما تشتكي من ملابسها المتهالكة، ولكنها لا تحاول أبداً شراء غيرها. وفي يوم خرجت الفتاة الكسولة إلى السوق، وبينما تسير بجانب نوافذ المتاجر اصطدمت بفتاة شابة تدعى كارن. سقطت الفتاتان على الأرض بنفس الوقت، لكن حذاء كارن الأحمر اللامع خطف أنظار الفتاة الكسولة، فقد كان هذا هو الحذاء الذي لطالما حلمت به. حسناً، لقد أحببت حذاءك للغاية. أوه حقاً؟ شكراً لك. نعم، أنا أيضاً أراه لطيفاً للغاية. أيمكنك إخباري من أين اقتنيته؟ أخبرت كارن الفتاة أن الحذاء فريداً من نوعه وصنع خصيصاً لأجلها. حزنت الفتاة الكسولة بشدة لسماعها ذلك. لكن إذا أحضرت لي 3 أكياس من الذهب سأعطيك إياهم. قبلت الفتاة الكسولة هذا العرض، وأخبرتها أنها غنية جدا بالرغم من أنها لا تملك هذا القدر من الذهب. لكن الفتاة الكسولة التي لم تعمل أبدا حصلت على وظيفة في المخبز في اليوم التالي. طلب منها الخباز أن تصنع 10 أرغفة من الخبز وتضعهم في السلة. بدأت الفتاة بالعجن بصعوبة كبيرة، وشعرت بالملل بمجرد أن عجنت الرغيف الثاني. هذه الوظيفة ليست لي، أتعرض للاتساخ هنا. عندما كان الخباز بغفلة عنها أخذت بعض الأكياس الورقية ووضعتهم في السلة، ووضعت أرغفة الخبز التي صنعتها بصعوبة في الأعلى لتجعل الخبز يبدو كما لو كان كثيراً. أوه، أنهيت العمل بسرعة. أحسنت، هذا كيس ذهب لك. ركضت الفتاة الكسولة للمنزل بمجرد أن أمسكت الذهب، ولم تعد أبداً لذلك المخبز بعدها. تبقى فقط 2 كيس من الذهب. بمجرد أن أحصل عليهم سيكون الحذاء ملكي. وفي اليوم التالي حصلت الفتاة الكسولة على وظيفة في متجر الخضروات. هذه المرة طلب منها البائع أن تزيل الفاكهة الفاسدة، لكنها لم ترغب مسكها بيديها. لكن هذه الفواكه الفاسدة ستفسد أظافري. عندما أدار البائع وجهه عنها وضعت الفاكهة الجيدة في الصف العلوي، لذا أصبحت الفاكهة الفاسدة في القاع ولم تضطر لمسكها. لقد رتبتها بشكل جيد، أحسنت، هذا كيس ذهب لك. أخذت منه الكيس وركضت إلى المنزل، ولم تعد لهذه البقالة مجدداً.
بقى فقط كيس ذهب واحد. كانت الفتاة الكسولة متعبة للغاية وملت من العمل، فنامت بجانب النافذة وحلمت أنها في حفلة كبيرة والجميع ينظر إليها بإعجاب وهي ترقص بملابسها الجديدة وحذائها. انظر كيف ترقص بجمال! أنا حقاً معجب جداً بحذائها، إنه جميل جداً. استيقظت الفتاة الكسولة فجأة. ها، سأقوم بخداع شخص آخر وأحصل على آخر كيس من الذهب. وذهبت فوراً إلى السوق. هذه المرة حصلت على وظيفة مع خياطة، طلبت منها أن تخيط الرقعات لتنورة بألوانها الصحيحة. اختارت الفتاة الكسولة ألوان غير متناسقة لكل رقعة ولم تستطع أن تخيطها بطريقة صحيحة. أصابعي تؤلمني بسبب الإبرة. لا أستطيع فعل ذلك أكثر. جمعت الفتاة الكسولة كل التنورات وأخفتهم جانبا. عندما جاءت الخياطة وسألتها، أخبرتها أن أصحاب التنورات قدموا وأحبوا الخياطة كثيراً وأخذوها. أوه، هذا جيد، أحسنتي، تفضلي، هذا من أجل عملك الجيد، كيساً من الذهب لأجلك. ركضت الفتاة الكسولة إلى المنزل بينما تمسك بالذهب، ولم تعد لمتجر الخياطة أبداً. أخذت أكياس الذهب الذي خبأته في الزاوية وذهبت لكارين بسعادة. كارين، انظري، 3 أكياس من الذهب، كسبتهم جميعا بجهدي الجهيد. هيا أعطني الحذاء. أخذت كارين الذهب وأعطت الحذاء للفتاة الكسولة. هو بالمناسبة نسيت أن أخبرك، هذا الحذاء سحريا، لا يؤذي الناس الأمينة والتي تعمل بجد فقط. لم تهتم الفتاة الكسولة لهذه الملاحظة وقامت بارتداء الحذاء على الفور بقدميها، وكانت سعيدة للغاية لدرجة أنها مشيت في السوق وهي ترقص. رأت فستاناً جميلاً من النافذة وأرادت أن تتوقف لتنظر إليه، لكن الحذاء لم يسمح لها بذلك. هاي، ماذا يجري؟ لا أستطيع التوقف، ساعدوني! الجميع في البازار وقفوا ليشاهدوا الفتاة الكسولة التي كانت ترقص وتقفز. انظروا، أليست الفتاة التي خدعتنا؟ أوه، إنها حقاً هي. هذه الفتاة خدعتني أنا أيضاً. بصدمة كبيرة، جعل الحذاء الفتاة ترقص في السوق لساعات طويلة لدرجة أن تورمت قدماها وبدأت تبكي من الألم. ساعدوني، قدمي تؤلمني بشدة. أعدكم سأكون أكثر أمانة وجدية بالعمل من الآن وصاعداً. شعر الخباز وبائع الخضار والخياطة بالأسف نحو الفتاة الكسولة وركضوا نحوها لمساعدتها. تمكنوا من إمساكها بصعوبة وخلعوا الحذاء من قدميها، فرقص الحذاء الأحمر السحري بعيداً بمفرده. أشكركم على إنقاذي، بالرغم من أنني كذبت عليكم ولم أفعل شيئاً صحيحاً، وبرغم هذا ساعدتموني. ومنذ ذلك اليوم لم يطلق أحد على الفتاة الكسولة هذا اللقب مجدداً، لأنها كسبت الذهب بالعمل بأمانة ولم تعد كسولة بأي وظيفة عملت بها. لذا اشترت لنفسها ملابس جديدة وحذاءً أحبته كثيراً. لم يكن هناك أي سحر بهذا الحذاء سوى سعادة الحصول عليه بأمانة.